اهلا وسهلا، نعود مجددا نواصل مدنا المباشر برفقتكم. نتكلم دائما عن نهضه البلد المشهوده اللي بتتمثل في ابنائها اللي بيقدموا الكثير للسودان في ظل ظروف صعبه احنا بنعيشها الان. والعمل الطوعي هو دليل على تقدم الامم ودليل على تقدم البلدان. كل ما كان في وعي اضافي من قبل المجتمع، كل ما كان في تقدم على صعيد كبير من المجالات. وبالحوجه للظروف اللي احنا عايشينها الان، نتمنى انه يجي وقت ان احنا ما نكون محتاجين لاي تدخل خارجي، ولكن على خلفية فزعتنا ونخوتنا وشهامتنا كسودانيين بيمد الخير دائما في طريق الخير بإذن الله تعالى. بنفتخر جدا ببناتنا، بنات السودان الباهيات اللي بيمثلن السودان خارج الوطن، بأطروا لفكرة العمل الطوعي، بأطروا للشخصية السودانية الخلاقة اللي ممكن تمتد في مجالات متعددة. ضيفتي في هذا الصباح مشاهدينا هي حازت على وسام وإنجاز وجائزة على مستوى الوطن العربي من ضمن 100 شخصية مؤثرة، نظراً لأنه هي صحفية في المقام الأول، لأنه هي بعين فحص للواقع وللمشهد اللي احنا عايشينه. لذلك برضو تنقلاً في كثير من مناطق السودان كان عنده وسام كبير في معرفة كثير من مناطق الخلل وتغطيتها. سعداء أن نرحب بالأستاذة هند بشارة الصحفية. أهلاً وسهلاً بك، صباح الخير. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل المشاهدين الكرام على القناة المميزة الشروق، وعلى من يقفون خلف الكواليس من فنيين وطاقم فني، اللهم صباح خير عليهم وربنا ينعمنا بوطن خير واستقرار. وحقيقي صباحكم صباح يعني شروق جميل، اللي احنا قاعدين في الهواء الطلق يعني بإذن الله بداية موفقة ومشرقة يعني. الله يكرمك أستاذة هند. الله يسلمك. جميل انه الشعب كل ما ارتقى كل ما كان في حماس بالنسبة للعمل الطوعي، وارتقاء اي شعب من الشعوب هو بجانب خاص اهتمام الشعب ذاته بالعطاء. بقدر كيف العطاء مهم في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها هسه؟ الصراحة الحكاية بتاعت نتكلم عليه بالدارجة يعني الحكاية بتاعت العمل الطوعي دي في السودان ده متجذرة في نفوسنا احنا مما قمنا يعني مما أطفال احنا، العمل الطوعي ده فينا في الحلة في المنطقة في الحي، فبترسخ معانا كتربية بنقوم بهم، بنشوف أبانا، بنشوف ناس الحلة، بنشوف يعني العالم اللي حولنا. اتطور الزمن واختلفت الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وأدت إلى إنه العمل الطوعي حاليا بدا يؤدي ما لم تستطيع عليه الحكومه. فبالتالي احنا لما كل ما نستطيع احنا كمبادرات وكمنظمات وكمجتمع يعني مدني انه نقدم يد العون لاي حوجه في هذا السودان الجميل، فمرحبا بهذه الفكره. قدر كيف عملك الصحفي كان عنده اسهام في انك تتعرفي على كثير من المناطق وتكوني حاضره حيه على كثير من القضايا يعني والحالات؟ طبعا العمل الصحفي بطبيعه الحال بيخليك تتنقل بين الولايات وبين الاطراف وبين المناطق المترديه في الصحه والخدمات الاساسيه. فبالتالي احنا يعني بجد حقيقه يعني اتنقلنا لمناطق كثيره في السودان وشفنا على ارض الواقع حوجه هذه المناطق، سواء كانت في اطراف الخرطوم، سواء كانت في معظم الولايات، في مناطق يعني محتاجه بجد يعني احنا في المناطق دي احنا كصحفيين بنقوم نعكس الوضع الحقيقي الحاصل عليها. يعني اي منطقه مشينا لها عكسنا اي حاجه احنا متواجدين جواها. دلي العكس الاعلامي ده بيوري هنا المسؤولين في السودان في الجهات الاختصاصيه انه في مناطق هشاشه المفروض يكون يتوجه عليها الضوء، لانه في مناطق صراحه كده الاعلام ما بيصلها نهائي، لا نت بيقدر يصلها ولا حتى المعلومات اللي تجي من اهل المنطقه قد تكون مغلوطه، حدث بسيط يكبر، حدث كبير يصغر. فانت لما تكون صحفي ومحترف يعني وممارس المهنه بتقدر تنقل وبتقدر تعكس هذه المعلومات وهذه الحقائق. وغير كده احنا لما نمشي كده بنكون صراحه وسيله ضغط على المجتمع المحلي البسيط وعلى المجتمع في العاصمه وعلى المجتمع على مستوى الرئاسه، بنقدر نفرض عليهم انه المنطقه دي لازم تمشي عليها كثره التكرار بالتقارير وبالتحقيقات حتى التلفزيون يمشي معانا. فده كله بيساهم في انه احنا نضع بصمه في منطقه، وجزاء طبعا يعني بس رضا ربنا ان شاء الله. ان شاء الله. في ظروف صعبه يتم اختيار شخصية سودانية، ومعروف يعني على امتداد الشخصيات في العمل الطوعي الزاهي اللي احنا يطول ذكرها هسه، يعني 100 شخصية على مستوى الوطن العربي يتم تكريمها لأنه هي بتساعد في ريادة الأعمال وريادة العمل الإنساني والعمل التطوعي بشكل عام. فنتكلم شوية عن الاختيار ده. نعم، الاختيار حقيقي يعني كان زي ما بيقولوا بصمة ضوء سعيدة جدا إنه احنا فعلا عملنا لنا عمل يخدم الوطن ويخدم الوطن العربي بصورة كافة. دعوة لما وصلتنا كانت من بوابة العرب ومؤسسة مصر للإبداع ومعهم جزء من الدول العربية البحرين وكافة الدول العربية، كانت ريادة الأعمال. وقبلها سبقتها إحنا ورشة، الورشة دي كانت مهمة ليه؟ لأن إحنا قلنا
في الورشه دي آراءنا وافكارنا كلنا كدول عربيه في تطوير العالم العمل يعني الطوعي وكيفيه استقطاب الشباب لانه يحبوا العمل الطوعي. حاليا اي حاجه ما بتتم الا بالشباب. الكبار ما شاء الله معطائين واستشاريين ونستفيد منه في خبراته، لكن القدره المقدره الحركيه هي عند الشباب. فالشباب ده كيف انت تساين توصل لهم ان انت حب العمل الطوعي، وهو طوعي يعني معناته ما فيه اي حاجه يعني لا شيء مادي ولا شيء، فهو انت طالما انت طورت الشاب ده لانه هو يحب العمل الطوعي فانت تكون خدمت ثلاث ارباع القضيه الطوعيه دي في منطقته. وغير كده حتى وسائل جذب المال والدعومات برضه فكرنا فيها في الورشه دي. ليه دي مهمه؟ لانه حتكون قاعده ثابته لكل احتفاليه سنويه او نصف سنويه في هذا البرنامج اللي هو دي السنه السابعه له يعني الرياده الانسانيه في العمل الطوعي. استاذه هند، نعم. مشاكلنا احنا في السودان دي براه، ومشاكل العالم العربي دي حاجه ثانيه في درجه خالص يعني. فانتوا لما تلاقيتوا مع بعض الشخصيات المؤثره في العمل الطوعي دي، هل حسيت انه في مشتركات حتى على مستوى القضايا ولا احنا قضايانا اقتصاديه فقط يعني؟ الصراحه احنا كنا طبعا كدول عربيه اتناقشنا لانه كلنا طوعيين في المجال يعني وحابين العمل الانساني ده. الحاجات المشتركه مشاكل الجاليات في كل دوله. فعندك دول معينه مثلا بيكون يعني الجاليه بتاعتها في الدوله الاخرى بيكون بيعانوا مشاكل كثيره، سواء في الجوازات، سواء في المعيشه، سواء في المشاكل اللي بتجي يعني جرائم واشياء زي دي. فتناقشنا في الحته ذاتها الحاجه دي جايبه شنو؟ الحاجه دي جايبه انه الاقتصاد سيء والناس هناك ما قادرين يشتغلوا. فده كان جانب من الجانب الطوعي انه احنا كيف نخدم كلنا كعرب جالياتنا في بعض الدول، لانه الحكايه مشتركه. بعدين بعض الدول برضه يعني برغم يعني امكانيات العاليه في برضه هشاشه في مناطق معينه، سواء في التعليم سواء في الفهم زي ده. يعني تفاكرنا في انه يكون في ورش تدريبيه، يكون في تبادل زيارات، تبادل خبرات حتى على مستوى مثلا جروبات الواتساب المشتركه بيناتنا. فده كله هموم يعني احنا ما بنفصل روحنا من الوطن العربي ولا نفصل روحنا من وطننا الافريقي. وبهذه الطريقه احنا تمكنا انه كلنا نصل كنا دوله واحده. كنا في هذا الملتقى يعني او هذا التكريم وجزاهم الله خير، ادونا دكتوراه فخريه فعلا يعني بجد زادت لنا العبء شديد ان احنا نكون قدره ونحاول الاستمراريه في عطائنا. فاحنا خطونا في تحدي كبير يعني. يا سلام. انا والله حافرد مساحه يعني محور عن التكريم ده، وبرضه ممكن يكون حيكون دافع قوي بالنسبه للاجيال الحاليه للشباب للرواد العمل الطوعي في السودان. واحنا دائما بنتكلم عن تاسيس مشاريع منتجه بالنسبه للاشخاص المحتاجين، والحوجه هي كبيره وما بتقدر معظم الناس ما حيقدروا يغطوا كثير من المشاريع. اكيد. فالى اي مدى ممكن احنا نسهم او المتطوعين عندما يكون في جلب الاعمال نسهم في بناء مشاريع حقيقيه تكون منتجه، الاسر المنتجه دي نفسها هي ممكن تكفي احتياج اسر ثانيه حولها. كلام سليم جدا، وأسي كلامك ده براه رساله ان احنا بدل نكون يعني طوالي في حاله دعومات لازم نكون منتجين. فالحكايه دي بتعتمد على المصداقيه بتاعت المنظمات وال يعني الجمعيات مصداقيتها في انه تنفذ هذا المشروع في المنطقه الاساسيه اللي بالنسبه للمراه، سواء مشاريع التشغيل الخفيفه البسيطه اللي بتهمها يعني. وده طبعا حيخلينا برضه ثاني نرجع للمؤسسات انه هي المفروض تقوم بدورها. هي المؤسسات السودانيه ما مقصره يعني ما شاء الله، لكن نطلب منها زياده ان شاء الله. بنقول مواعين الدوله زي ما ذكرتي انت ما بتسع انه تنفذ كثير من المشاريع على ارض الواقع، لذلك بيكون في منظمات مجتمع مدني ومنظمات ودعومات خارجيه وداخليه عشان يكفوا الاحتياج الداخلي، احتياج المواطن البسيط في قفه ملاحه. فانت تكلمت عن المصداقيه، ده سؤال مهم جدا انه ممكن نجيب في محور زي ده. في الفتره الاخيره في تمدد كبير يعني، العمل الطوعي هو عمل في الاساس عمل ضمير. أكيد. ضمير الانسان الحي. نعم. ففي ناس في منظمات بتاعت او جمعيات نحن ما عايزين نتهمهم باي شيء، لكن التمدد ده هل هو خاص من العمل الطوعي ولا اضافه؟ والله بدون رقابه يعني بالنسبه لنا شخصيا بدون. ايوه انت اضفت نقطه مهمه، اذا كان التمدد في العمل الطوعي ده محبذ جدا محبذ جدا يعني، لان السودان ما شاء الله واسع كدوله، واسع كثير ومحتاج عمل طوعي كثير، لكن اللي هو بيحكمنا الرقابه. ما في رقابه فعليه الا الضمير. الضمير بيحكمك، غير كده حتى القوانين المقيده بتاعت المنظمات والمفوضيه كده ما بيتغيدك للدرجه الكامله. وغير كده احنا حاليا فاقدين الدعومات الخارجيه، واحنا ما عايزين دعومات خارجيه، دارين زي ما قلت قبلك نرجع لنقطه دي ان احنا نكون منتجين من داخل مناطقنا.
فحكايه انه رقابه وما رقابه دي بتكون صعبه. فالرغيب الاول انا بقول الضمير يعني، واسال الله انه كل الناس تكون تتغير بهذا الضمير على اساس انه تقدم خدمه حقيقيه للمجتمع اللي هي فيه وقاعده فيه، او حتى ما مجتمع، المجتمع الاخر ممكن تكون يعني تدعم فيه. طيب في الفتره الاخيره بيجي في جدل كبير في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص انه في اشخاص عدمي الضمير بيدسوا حوجتهم في حوجة كثير من الاشخاص المحتاجين. فانت برضو تعليقك على ما يرد في المنصات بخصوص الموضوع ده؟ والله هو غير المنصات، نحن من خلال عملنا بنشاهد كثير من الاشياء دي وبنحاول نقومها ونعدلها بقدر استطاعتنا او توصيل لانه توجيه للقوانين الدوليه السودانيه انه يعني يراقبوا الحاجات دي ولو مراقبه خفيفه او ما يطلقوا عليها العنان. يعني فعلا في حاجات زي دي بتحصل، فمواقع التواصل دائما هي طبعا ما يعني ما محكمه شديد على اساس انه الناس تدعم فيها او تدفع فيها، بيكون فيها نصب، بيكون فيها احتيال، وبيكون فيها حاجات كثيره باسم محتاجين باسمها. وكم من الجرائم الكثيره في دور الشرطه بيكون بهذا المستوى الاحتيال، لكن تقريبا الشعب الناس بقت فطنه للحاجه زي دي، حتى اللي عنده دعم مباشر بقى ذاته بيقول لك دول كذابين. يعني ممكن هو براه يمشي يمد الحاجه للمحتاجين شخصيا، بيقول انا افيد لي كده انه اشيل فيها اجر اخليهم ما ادفع لهم نصابين. يعني بعلاقاتك كتل العمل يعني طوعي شويه كده. بعلاقاتك الممتدة انت استاذه هند، وبالذات المشاركه الخارجيه دي ممكن تفتح كثير من الابواب بالنسبه لك حتى المشاريع ورياده الاعمال الانسانيه الطوعيه في السودان. قدر كيف برضه التشبيك مهم، تشبيك العلاقات الخارجيه عشان تتكامل الجهود يعني؟ نعم، انت كده يلا برضو اديتني مساحه اقول انه في ناس، دكتور كمال معنا كانوا برضو في التكريم تبع منظمه النورس، دي اللي اقترحوا لهم يعني برنامج جميل جدا جدا انه المبادرات تكون سودانيه ويكون مقرها السودان هنا، من كل الدول اللي احنا اشتركنا في هذا التكريم بتاع الدكتورة الفخرية دي انه يكون عندنا عمل طوعي في السودان والمقر يكون هنا يعني دوله السودان. فهذا ذاته نوع من انواع التشبيك اللي يقول على ارض الواقع ان شاء الله، وربنا يتمه على خير. طيب على امتداد المنظمات والمبادرات الخيريه السودانيه في العمل الطوعي في العمل الانساني وفي رياده الاعمال، ايوه برضه نشوف التشبيك في الداخل. يعني هل عندكم انت بالذات قاعده تشبكي مع جهات خارجيه عشان تكفي المشاريع يعني، وقدر كيف هو مهم؟ والله مهم جدا طبعا، غير انه انا كصحفيه يعني بفضل الله في كم منظمه كده شغالين يعني مع المنظمات، حتى المنظمات بنعمل شراكه يعني مع يعني مع جهات يعني مؤثره، جهات داعمه. حتى عندنا هسه حاليا مبادره اسمها شتاء دافئ لقلوب ترتجف، المبادره دي مستشار ماسكليون المستشار العام للمبادره، ومعانا الاستاذه منازل رئيس المبادره، ومعانا حتى عملنا لها اعلاميات من اجل المبادره بقياده الصحفيه ميسون عبد الرحمن. المبادره دي هي هم انواع التشبيك اللي انت بتقوله، ومعانا سيده الاعمال الفضله اسماء الشيخ عبد الباسط جزاه الله خير. راعي المبادره يعني من الالف للياء، يعني هي مبادره لفاقدي السند، احنا ما خصصنا في الشتاء لكن قلنا ندشنا في هذا الفصل البارد، وهو طبعا حيمشي لابرد من كده، فقلنا ندعمهم بالمعينات اللي بيحتاجها سواء ملابس سواء ادويه سواء ماكولات لهم، طبعا اطفال اعمار صغيره. فدي جزء من المبادرات والتشبيك اللي احنا بنحاول نعمله في من خلال السودانيين، وبدعو لكل يعني الخيرين، هي نسوية بحتة يعني، لكن كل الخيرين من السودان اللي حابين يدعموا عينيا هذه المبادرة مكاتبنا في الخرطوم يصلونا إن شاء الله، والدعم يكون عيني على أساس إن التدشين يكون في دار الميقومة لفاقدية السند، ومن ثم بعد ذلك إحنا المستقبل بتاع المبادرة حقتنا دي إنه نشوف أطفال الشوارع، نشوف المستشفيات، نشوف حتى الولايات إن شاء الله إذا قدرنا نصلها برضو نحاول نصلها عشان ما نحصر الشغل كله هنا يعني قدر المستطاع إحنا نبتدي. واهم حاجه في المبادره احنا في كثير يعني بيقولوا لنا ليه انتوا دار الميقومه دي يعني من الناس كتار بيدعموا، احنا الهدف الاساسي انه نوصل صوت انه عايزين ام بديله، لا استغناء عن الامهات العظيمات اللي بيرعوا الدور ما شاء الله تبارك الله عليهم ما مقصرات يعني في هؤلاء الاطفال، لكن لما اسره تحتضن هذا الطفل وتربيه معاها فكده احنا كفينا السودان شرور كثيره. يعني الطفل ده حيقوم سليم في اسره وينعم بدي، احنا ما قلنا دي جسدي لكن قلنا القلوب ترتجف، يعني القلوب لما تدفأ باسره وبحنان فدي حاجه كده يعني جميله يعني بفتكرها كده انا. وانا قلت كده ليه؟ لانه في مبادرات بتنشط
والدعم بيجي قد يكون قليل لما نعم. تتكامل المبادرات مع بعض حتى إذا كان بالفكرة أو بالجانب العين الظاهر ممكن تتوحد كلها وتمشي الفائدة أكبر للجهة المستهدفة. إذا أنتم مستهدفين دار المايقومة فإذا كان في نساء زاهيات برضو عايزين يستهدفوا دار المايقومة فالجهود تكتمل عشان تتوفر الحوجة أو الدعم يجي بشكل كلي. لا طيب. مانع لا بد مانع من أي نجي والله حبابي أنت ذاتك تقوم معنا في المبادرة وبصفتك إعلامي فدي من جزء من مسؤولياتك يعني إن أنت ذاتك تحاول تشوف بعلاقاتك إن تجيب الناس الحادبين على عمل الخير أن تجيبوا ينضموا للمبادرة دي أصلا لا مانع هي مبادرة للخير يعني المبادرة مفتوحة لأنه أيوة. في مبادرات بتنشط فقط وكتر خيرهم يعني مشكورين بتنشط مثلا في الشتاء وفي مبادرات في الخريف نعم فبتقيف ما بتستمر فالاستمرارية مهمة برضو في العمل الطبيعي طبعا يعني. هي دي بس إحنا قلنا التدشين في الشتاء يعني المبادرة هي تدشينة لدار المايقومة في هذا الشتاء لكن بإذن الله تعالى إحنا في خططنا المستقبليه يعني ما دا اكشف عنها كثير لكن حنشتغل نواصل طوال باذن الله تعالى. طيب نرجع ثواني للقاهره وللجائزه دي لانه بشكلها الجمالي وجانب الدعم اللي فيها كبير والدكتوره الفخريه اللي انت ذكرتي هي عبء كبير عليكي انه يكون دافع بالنسبه ليكي. ايوه. فده تكريم في ظروف نحن بنعيش الان. نعم. وفي غيرك من النساء اللي قدمنا الكثير للعمل الطوعي. نعم. هل ده ممكن يكون دليل عافيه على امتداد النساء في العمل الطوعي؟ بالتأكيد وده فخري لكل النساء السودانيات وأنا يعني تكريمي ده ما تكريم لي أنا بهديه لكل الكنداكات السودانيات يعني حقيقي لأن يعني أمس تقريبا كان في روائية الأستاذة تسنيم دي برضو حيز على جوائز وهي كانت في فرنسا وبتكتب يعني هي سودانية ومن شندي وبتكتب يعني روايات وأمس تقريبا الدفاع المدني كان عامل لها تكريم يعني فدي ذاته من الأشياء الجميلة والإشراقات الحلوة في إنه حتى السودانيات دي خارج السودان يتمتعنا بثقافتنا السودانية وعكست حاجات كثيرة يعني في هذا الكتاب يعني يكون دافع بالنسبة لل نعم أكيد والكتاب ذاته تم توزيعه في مصر وحتى لما جات هنا النسخ كلها كانت يعني ما شاء الله انتهت فده بنعتبره فخري وأتمنى إنه القنوات العالمية أو المناطق غير السودان تلتقط هذه الإشراقات ليه ده بيعرف بينا يعني بيعرف بالسودان وبيعرف انه في عمل حقيقي وبيعرف انه في ناس دارين يشتغلوا فلما الشغل يجي عن طريق زول داري يشتغل بتكون الشغل متوفره واحنا كده بنكون استفدنا يعني طيب. كل السودان استاذ هند انا حامشي معاك محور ثاني لمناطق السودان الواسعه دي احنا دائما تركيزنا مثلا بيكون على مركز الخرطوم على مركز الخرطوم ما انتوا غير كثير من المنظمات أيوة. عشان ما نظلم البعض انه برضه عندي امتداد كبير مكاتب في ولايه السودان أيوة. عشان يقدر يكفي الحوجه بحكم وجودك يعني وسفرك الكثير في العمل الصحفي بدور كيف برضو نصل للحالة ونشخصها وبعد ذلك نشوف الدعم المناسب لها أول حاجة قبل أي شيء أنا أوجه رسالة لوزارة الإعلام والثقافة إنه تكثر من الدور الإعلامية في كافة الولايات ويكون دور الإعلام مهم جدا جدا في كافة المناطق الإعلام في يعني ما بيصلنا دي المشكلة الأساسية اللي ضعف في قلنا المعينات والنت والأجهزة والمكاتب والصرف عليها لكن انا بدعي انه تخصص لها ميزانيه خاصه لان يكون ما عندنا مراسلين فقط في الولايات لانه المراسلين بيشتغلوا في ظروف ضغط وظروف قهر وكلنا نعلمها يعني انت بتكون ادرى بها كاعلامي لكن اذا خصصت لها في كل ولايه وكل منطقه دور اعلاميه من كل مؤسسه مثلا الشروق يكون عندها مثلا ثلاثه مكاتب هناك في كل محليه ده بيساعدنا انه احنا يعني نستقطب كافه الدعومات لهذه المناطق مناطق الهشاشه فالإعلام أنا هو ما مقصر يعني قدر في عامله لكن بدعو إنه يصل الصوت من الإعلام ما في صوت بيصل من غير إعلام حتى لو قلنا الواتساب والتواصل الاجتماعي ما حنلقاها مؤثرة لأنه هي يعني قول 50% مصداقية يعني وبتجي بصورة شخصية ليلى داري عبر حاجة بيعبر بها عن رأيه الشخصي وشوفته هو شايفة للحاجة فبالتالي ما بتصل المعلومة حقيقية ومجردة بديك مساحة انك نعم. ترسلي فيها كل امنياتك الصادقه وبرضه تنفذي فيها كثير من خططك يعني تنفذي فيها دي بمعنى استعراضيه لكل المشاهدين والله من المشاريع انا بقول للاهتمام يعني ما عشان المراه وانا يعني من المراه وكده لكن اهتمام بالمراه في المناطق البعيده دي عايزه شغل كثير المراه دي لانه هي اللي بتصر على ابنها انه يتعلم ما يمشي مثلا يخلي موسم الدراسه يمشي لموسم الرعي في بعض المناطق فالمرأة هي بتأثر عليه وإذا إحنا فهمنا وعملنا يعني تأهيل للمرأة ويعني نكتر الورش التدريبية نكتر المشي للمناطق دي والمشي ذاته أصلاً بصراحة عايز ميزانية يعني كون إنه وفد كامل يكون ماشي لدورة تدريبية ولا لورشة ولا حاجة زي دي
بيكون عايز يعني تكاليف، لكن زي يقولوا نعصر على روحنا ان شاء الله ونحاول نصل المناطق دي ان شاء الله. احنا مقدرين جدا حضورك في الصباح ده، وفخورين جدا بانجازاتك اللي بتعمليها على المستوى المحلي وعلى المستوى الاقليمي وعلى مستوى العالم العربي. جزاك الله خير، وان شاء الله نلتقيك في مساحات زاهيه في فترات جايه، ويكون في مشاريع اللي انت خططت لها تكون على ارض الواقع باشراك كل الناس المهتمين بالعمل الطبيعي. شكرا لك، مشاركه الخيري. جزاك الله، شكرا لك، وشكرا لكل المشاهدين، وشكرا للغناء لافرادها لهذه المساحه، وشكرا لكم كثير. شكرا جزيلا.